استياء شديد وتذمر وسط سكان بلدية بوغيرات جراء استمرار مسلسل انقطاع الماء الصالح للشرب وبشكل متكرر وبدون سابق انذار لمدة تزيد عن 6 أشهر، الأمر الذي حتم على بعض العائلات اللجوء إلى شراء المياه. أنا هذا مدارين هذه المياه مش راه يلحقنا الماء، راهم دايرين الخدامة اللي يجي واحد يطردوه، واحد يجي من موراه بالله فانا واحد حنا جربة الماء كلها ما تلحقناش. النائب تاع رئيس بلدية جانا حالفة أنا هنايا بلعها كاع زيرها من قني حميد بلعها زيرها كاع خلاها احنا ما تعودناش تعود غير الدوار تاعهم. وراه مين قال له واحد بشير عبد القادر قال له أنتم ما تخافتوش عليا ما تشربوش. ورانا في 14 يوم خطرة 25 يوم خطرة شهر مدة 6 أشهر أنا كي من هكا. هذه اللي فايتي فيها الدوار السكرنية فيها دوار الحوادريه فيها دوار العراشه فيها دوار بن عربيه ولا تسيبوح، يا ترى هذو الدواوير يشربوا في نار واحد؟ وارجع المسؤول الاول عن البلديه المشكل الى انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقه نتيجه الضغط الذي تشهده في هذه الصيفه. المشكل الذي تعانيه بلديه بوقيرات هي مشكل المياه، ما وليش لا ستاسيون بومباج تطلع لي تروا دوار لي تروا كومين بوقيرات سوافليه صفصاف. هذا أكوردي بين الدواوير. يبقى طلب سكان البلدية مرفوعا للجهات الوصية في انتظار إيجاد الحل، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها البلاد هذا الموسم.